ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. أنا الشط اللي ضايع، أنا البحر الغريب، لقيني يا حياتي بهالطريق. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. أنا عطراف الغابة حامل رحيلي وشنطة غيابي وشوك الغدر علق اعتيابي، وجهك دليلي يهون عذابي. شفتك أنا حلمي بمنامي، كنت قدامي وخلفك ضبابي. لا تكوني هالدنيا واحلامك توعدنا وياما تطلع كسابي. كوني العشق اللي والع، كوني الحب الصديق، لقيني يا حياتي بهالطريق. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. آسفة إني اقتحمت حياتك بهالطريقة، بس ما كان سهل علي. ما قدرت أتحمل الفكرة، ما قدرت أتحمل فكرة إنه أنت ما تكون لإلي، إنك أنت تكون لحدة تاني. ما حسيتك بلحظة بتحبها، والله العظيم لو حسيت كنت تركت ومشيت. طلع فيني، تفهم علي يا قلبي، تفهم علي. أنا كثير تعبان، كثير تعبان، بعرف تعبان. تعبان يا حبيبي، لأنك عم تحس بحالك، تحمل حالك ذنب مالك فيه. والله لو بعرف انه رح نوصل له الواحد بالمية ما كنت. ما كنت شو؟ ما كنت تركت ومشيت بهالدوريت. Thank you.
شلون يعني بدك تترك وتمشي؟ يا اخي ليش بهالبيت ما بده حدا يفهمني؟ على القليلة انت يا اخي فهمني. لك يا اخي شو بدي افهم لا افهم؟ انت مقدر حجم الكارثة لهذا الكلام؟ مو احسن ما طلقها بعدين؟ مالي قدران، مالي قدران، إذا بدي ارتبط فيها بدي اتركها بعدين يا اخي فهموني بقى. لك هلا اوعيت انك مالك قدران وعرسك بعد 10 ايام. لك 10 ايام ولا 10 ساعات، مو المشكلة بقديش بقيان لعرسي، المشكلة قبل ما تصير هالمصيبة اخلع من الموضوع كله رح اختنق يا اخي رح اختنق. لك يا تيمة البنت بتحبك وطاير عقلها فيك، شو بدك احسن من هيك؟ بتحبني وطاير عقلها فيني وبتجنن وملكة جمال وبتسوى راسي ومليون واحد احسن مني بيتمناها، بس مو انا، ماني الها ومانا الي. وهلا لك اكتشفت هذا الشيء؟ مو كأنه بكير شوي؟ لك لسه كل ما فتحنا تمنا بدنا نحكي بتقولوا لي هلا وهلا؟ يت؟ ايه هلا اكتشفت هالشي؟ اكتشفوا هلا احسن ما اكتشفوا بعدين وانتو تكتشفوا معي. طيب طالما حاسم امورك لهالدرجه، ليش عم تقلي هذا الحكي؟ هذا الكلام بتقوله ببيت خالتك وحاجه تارك البنت مثل بيت الوقف. يو اسمعوا على هالسمعة، اسمعوا هلا، انت من كل عقلك بدك تروح لعند خالتك وتقول لها هالحكي؟ كرمال الله فهميني، لك ما عم بعرف كيف بدي اوضح لك القصة، ما عم تفهمي علي؟ يا أمي يا حبيبي والله سوسن ما في مثلها حلوة ومرباية وفوق هيك رايتك وقاتل الحال عليك. حلوة ومرباية وما في منها، بس ما بتناسبني يا أمي، والله هالطريقة بجواز مو صح، مو صح؟ يعني هي مو سياحة، مو مشوار، إذا ما عجبنا ببقى منعيدها، هي جوازة مدى الحياة، ارتباط للعمر كله. يعني هاي مرة بدها تصير أم ولادي، بدها تصير شريكة حياتي، كرمال الله فهمي علي، لك مشان الله فهميني بقى. لك أنت يلي مشان الله فهم عليك، شو أنت بدك تعلقني مع أختي ومع كل العيلة؟ لا الله يرضى عليك، لا سود لي وشي قدام العالم. هلا بدك ياني سايرك وتجوز مشان ما يسود وشك قدام العالم؟ يا حبيبي يا ابني والله يا سوسن بنت مثالية وألف شب بيتمناها، وصدقني كل شي بيجي مع العشرة، يعني الألفة والحب والتفاهم كلهم بيجوا بعدين، بقى حط عقلك براسك ولا تخليني اغضب عليك. أكثر من مرة حاولت أحكي معهم بالموضوع، كانوا كلهم يوقفوا ضدي، ما يعطوني حتى فرصة أشرح لهم أقول لهم وجهة نظري. أنا بصراحة خفت أخذلهم لأني بحبهم كتير. خالتي كانت أحسن وحدة بالدنيا معي، كانت حتى أحن من أمي علي. جوز خالتي مع أنه كان إنسان صعب وعصبي، بس معي أنا كان ممتاز، كان كتير منيح. حتى سوسان كانت بنت ظريفة مهذبة وحلوة، وكانت ست بيت من الطراز الأول، والأهم من هاد كله أنها كانت فعلا تحبني. بالله عن جد شو حلو هالحكي اللي عم تحكي لي عن سوسان، مزالها هالقد كانت رائعة وبتحبك كتير ليش ما تركتني موت مثلا؟ شو اللي رجعك؟ هدول قاليتهم سوسن بإيدها. الله يسلم هديات يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شو تاي؟ ما بدك تدوقهم هدول؟ تاخد لك وحدة كمان. عم قلها سوسن عاملتهم بإيدها. يلا. لا 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 يلا بيهلا بتعمل الزيقة. معلش معلش. هلا بالماء بالصابون بيمشي لحالك أمي الطاوة. يلا يلا اتحملي. عمري قلبي ان شاء الله. كل امي كل ما حلو الحالة انك ماشي شوارع الشام عم تاكل بالطريق هيك شاورما وفلافل، ده حلو. شرشر على حالك حبيبي. ما مشكلة من اصل حالي. وين مسحهم؟ ما شاء الله انكسر امي. شو سويتي امي؟ انا اسفة كثير. تركي تركي روحي بس. كسر الشر يا بنت، كسر الشر. تيمو تروح تهدر في السينما؟
هاي بحضر فيلم سينما. يلا وصلت على البيت غير ثيابك وروح نحضر. ليش مو حلوة بجامعة الرياضة؟ حلوة بجامعة الرياضة بس حدا بيروح على السينما بجامعة الرياضة؟ ايش يعني بيشترطوا على الباب بكون لابسين سواري يعني ولا ما بفوتونا مثلا؟ حبيبتي ما حدا بيشترط بس ما حدا بيروح على السينما وهو لابس بجامعة الرياضة. ايه لا انا بروح على السينما ولابسه بجامعة الرياضة وبروح على السهرة بجينز وبوت هي وبشرب قهوة الصبح بكعب 14 ما حدا له عندي انا بعمل اللي بيريحني. طيب خليكي على اللي بدك. يلا ماشي يا بروح نحضر فيلم بعدين بنحضر بعزمك على فول وتسائي. كمان فول وتسائي؟ روح. شو صار لي قصة عم تعملي؟ عم غير حالتي الاجتماعية على الفيسبوك. يا الله. طيب شو ليك 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 شو رفعتي عملي لايكات؟ بحبوني كثير. أكذب على حالي أو أكذب عليكي. أنا كنت مستحيل كمل حياتي بدونك. ما كنت رح أقدر. أنا معك. أنا على الموت معك. عندي استعداد ضحي بأي شيء. وأعمل أي شيء. نحن ما غلطنا. يريحك تنزل حشام وتتجوزها. سهل. بكره انزل وتجوزها. اساسا هي مرتك. انت كاتب كتابك عليها. هلا انت بدك يعني انزل اتجوزها؟ انا بدي اياك تعمل اي شيء بيريحك. بدي ما بقى اسمع هدول منك. بدي اياك تكون بخير. مرتاح. بدي اياك تكون مبسوط. خير طول ما أنا جنبك. لأني أنا بحبك. ما بتتخيلي قديش أنا بحبك. قسما بالله بموت إذا بتبعدي عني. هبعدش. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ وساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب ولكن نجينا من الشر. آمين. صحيح ولا مش صحيح؟ لا 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 أنا بقى هقول لك الصح. اسمع بقى يا سيدي. أنا اكتشفت اكتشاف رهيب. عارف أنت لو مش حبيبي مش هقول لك عليه. مجنونة. إلا النسوان. زي الويسكي ده تمام. كيف اكتشفت الاكتشاف الرهيب؟ اشرب وانا اقول لك. اشرب. اهو. اشوف بقى. برغم لدعة المرارة اللي فيه انما بيعيشك في نشوة. هو
شوف عشان ما اطولش عليك، تاخد بق ينسيك الدنيا بحالها، تاخد بوسه برضه تنسيك الدنيا بحالها، وممكن تفضل سهران طول الليل تفكر فيها، وممكن ما يجيلكش نوم. ممكن تشرب اول كاس وتاني كاس وتالت كاس، اربعة خمسة عشرة خمستعش، بس في لحظة بتوصل لها بتبطل حاسس بشي. احيانا بيحصل، احيانا بعدك كذاب بس مش مأزم، احيانا بنكذب عشان نقدر نعيش. بفهم وين طلعت لنا هيدي ميه. انه هيك صار قد ايه كنت متخيل ضل مخبى. لك ما حكي كلمه، ما قال شيء، سكوت وقتلني. هيدا هو الجهاد، سكوته بلبك اكثر من كلامه. اللي كان موترني اكثر شيء هو انت. ما شفتي حالك كيف كنت من اول السهره؟ والله؟ انه قال ليش يكون هيك بعد اللي شفته؟ ليه؟ شو شفتي؟ شفت لمار كيف كنت قاعده عم تحاول معك. رنا نحن متفقين. صح متفقين، بس متفقين دمر لمار مش خيي. شو تراجعتي؟ لا اكيد ما تراجعت، بس مش هيك، مش بهالطريقة. انا مشكلتي مع جهاد اكبر بكتير من مشكلتك مع لمار. انت اللي عم بخليك تنتقم هو الحب، اما انا وجع الحب هو اخر الخيط اللي بيني وبين خيي جهاد مش اوله. يا حبيبتي لنامك عالكنبة بس. لاني وحيدة حسين. وحيدة ايه بس؟ ليه بتقولي كده؟ فضلت قاعدة مستنياك ساعتين وبتصل بيك في التليفون ما بتردش. معلش يا حبيبتي حقك علي، بس كنت عامل التليفون سايلنت عشان كنت بنايم الولد، ما كنتش عاوزه يصحى. حاطط الموبايل سايلنت ونام جنب ابنك وسايبني في المطعم لوحدي ساعتين استناك، انت ايه؟ ما بتحسش؟ اولا انا ما كنتش نايم جنب ابني علشان اسيبك، انا كنت نايم جنبه علشان كانت بطنه وجعاه وكان بيموت ورحت اجيب له دواء. ثانيا انا مش هسيب ابني تعبان وبطنه موجوع عشان انزل اشيش مع حضرتك. ثالثا بقى وده الاهم، لما تيجي تتكلمي مع جوزك
توزني كلامك الأول وتتكلمي معاه بهدوء عشان أنا ما بحبش كده. شغلة من يوم حبست حالها بغرفتها وما حدا بيعرف عنها شيء. معناتها هي ما كانت حابسة حالها بالغرفة، هي هربت من هداك النهار. طلبي لي جو مدير أعمال الفنانة ياسمين. حاضر ولد بيك. بتبلغي المدير الإقليمي بالتعليمات الجديدة. ألو بونجور مسيو جو، معك مكتب أستاذ وليد، الأستاذ بدي يحكي معك، تفضل. هاي جو، كيفك؟ سي وليد، أنت مش متخيل قد إيه أنا مبسوط بالمكالمة دي. لا لا لا، على ميعادنا إن شاء الله. فكرة تجنن طبعاً، معقولة؟ إن شاء الله يكون أهم إعلام في الوطن العربي. إن شاء الله. باي باي. حبيبتي قلبي عاملة إيه؟ لازم نعمل فوتو سيشن. شو؟ أنت برأيك ما كان لازم تخبرنا عن الدعاية؟ ياسمين إيه؟ مش واثقة فيها ولا إيه؟ حبيبي أنت بتعرف كثير منيح إنه أنا بوثق فيك وبلاك بتضيع، بس أنا كل اللي كنت طالبته منك بس إنك تيجي تخبرني. حاسة حالي مجرد أداة ماريونات ولا شيء. وإيه المشكلة؟ طالما موجود اللي بيخطط لك وبيفكر لك، انت عايزه ايه تاني؟ انت مش مطلوب مني غير حاجتين اتنين بس، انك تهتمي بانوثتك وبجمالك. يعني بعدك بتشوفني حلوه؟ وعمري ما شفت اجمل منك ولا هشوف، طول عمري زي القمر. وبعدين تعالي نحسبها، اعلان 30 ثانيه على الشاشه هتلبسي عقد واسوره مدفوع لك في مبلغ كبير. ليه؟ انا اقول لك ليه. واحد، عشان زي القمر. اتنين، عشان جو بيخطط صح. أنا عارفة إنك بتخطط صح، بس أنت كتير مغير معي، صار كل همك البزنس وبس. جو، أنت كتير صاير غريب عني. هي دي فعلا مشكلتي، لما بكون مركز في الشغل بنسى أكل، بنسى أشرب، لكن أنساكي نيفر، عمري ما نسيتك. وين تعالي هنا؟ أنا بعمل كل ده عشان ليه؟ مش عشانك؟ معك حق حياتي. كل شي عم تعمله عشاني وعشانك وعشان ولادنا بالمستقبل، ما هيك؟ هيك حبيبتي، عشان ده كلنا. يعني بعدك بتحبني؟ لا طبعا، بعشقك. وبعشق البزنس. سوري يا حبيبي. الو مستر زياد. بسم الله عليك، بسم الله عليك. اهدي 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 اهدي. سلسل ليش خايفة؟ ابي امبارح اجى لهون ونزل فيني ضرب. ليش لا يضربك؟ مو مصدق اني مو عامله شيء، فكر صاير معي شيء غلط، حتى تعم تركني وهرب.
طيب طمنيني هلا انت ان شاء الله صرتي احسن. مشوعة كثير. سلامة قلبك يا سمسم. ان شاء الله عن قريب رح تتحسن. دايم وينه؟ طب ليش هيك عمل معي؟ انا شو سويت له يا سمسم؟ والله يا سمسم انت ما في منك. الله يخليك حكي. خليه يجي لهون بدي اشوفه. سامي الله يخليك. خليه يجي لهون. الله يسامحك يا تيمي. لك يا الله شو بدي قلي هلا؟ يا ربي ساعدني. ادخل. مساء الخير. احنا النهارده طول اليوم مع بعض. انا عارف اننا طول النهار مع بعض. وقلت لي مساء الخير النهارده اكتر من 10 مرات. بس دلوقتي حان وقت الصراحه. انت صدقت. خلاص خلاص ما تقلبش وشك. عيب انا وعدتك. طيب تحب نتكلم هنا ولا في حته تانية؟ والله لو هتعزمني على اكله حلوه وتحافظ على الدايت بتاعي يبقى بر. بس ما عم بقدر. ولي بني تقصد ايه؟ بص يا ستي، انا عايزك في الاول توعديني انك ما تتعصبيش عليا زي عوايدك. اوكي اوعدك. كمل. انا عايز اتجوزك قوي خالص جدا. اوبا. طب وجناني واستمتعي بالكره كده برضو تحرمني منهم. تمام، انت كده جبت المفيد. انا عارف ان انا ما قدرتش اخليك تحبيني. قعدت افكر ايه الحل، ما لقيتش غير حل واحد بس، انت تتجوزيني واسيبك تكرهيني زي ما انت عايزه. اوكي. ده بالنسبه بقى للكر. طب وجناني بقى اللي انت شفته؟ انا عايزك بكل حاجه فيك. بص يا عادل، مفيش اي حاجه هتحصل غير لما اكون مستريحه على الاخر، ولحد ما ده يحصل احنا هنفضل صحاب وزمايل، وما تحاولش تعمل اي خطوه الا ما تلاقيني فعلا اتغيرت. امتى؟ ما اعرفش. سيب كل حاجه تاخد وقتها. ميرفت انا بتعذب. وانا بموت في التعذيب قوي. اوكي ماشي اتفقنا. ميرسي جهاد. بونوي. باي باي. شو بده؟ قلت نكون ردي بكره الصبح بكير. لشو؟ اخذنا مشوار بالبحر بالياخد تبعه. مشوار بالبحر؟ قالك شي تاني؟ ابدا. كيف حسيت عليه؟ كتير نورمال.
تفضل. سي في مهم جدا. ثانك يو. أنا عادة ما بتدخل بأمور الموظفين أو الناس اللي بتقدم على وظيفة. مثل ما بتعرفي في اتش ار بيهتم بهالمواضيع، بس أنت خليتيني أكسر القاعدة. سوري ما فهمت. بعدين بتفهم. مبروك الوظيفة. بونجور حبيبي. بونجور. تروحي رحلة؟ رحلة؟ باليخت. شو قلتي؟ اوكي. صباحو باللبناني، يقبرني هالجمال والحلاوة والطعامة. صباح الخير. كنت فين؟ كنت في السينما. سينما؟ ها؟ ازيك؟ ما أنا وديت كرم على السينما ودخلته فيلم أنيميشن جديد، بدأ بقاله ربع ساعة، يعني قدامنا ساعتين عشان يخلص الفيلم. مش فاهمة يعني إيه اللي خطر لك تعمل كده؟ يا بنتي بقول لك قدامنا ساعتين من غير كرم، يلا. بس بقى يا حسام بتكسف. الله. انت بتعملي ايه؟ هو ده وقته؟ يلا قومي البسي. متأكد البس؟ ايوه البسي يلا يلا. طب هروح لفين؟ يا ستي البسي الاول وبعدين هقول لك في العربيه. يلا اتفضلي اتفضلي. لو قعدت 10 دقايق من الساعتين. بعدين معك حبيبي. تعرف كم يوم صار لك بلن؟ ما عم بقدر والله ما عم بقدر. تايم؟ طلع فيني معك. أنا معك. خذ القرار يلي بتلاقي مناسب ويلي بيريحك. أنا معك قد ما كان قاسي. بدك يعني اطلع من حياتك؟ هلا بمشي. انتحر. والله ما عم بمزح. شو عم تقولي أنت؟ بعيد الشر عن قلبك. بعدين عمر الانتحار أو الهروب ما كان حل أي مشكلة. طيب شو الحل؟